الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمي وباسم كل أعضاء الفيدرالية الوطنية للفندقة والسياحة أرحب بالضيوف حضور كرام كل باسمه وصفته وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونخص بالذكر سيد مدير السياحة والصناعة التقليدية للولاية عين تيمشنت الذي ساعدنا وسهل لنا هذا اللقاء ضمن جهود الوزارة على سيد وزير السياحة والصناعة التقليدية لمرافقة الفيدرالية لتسجيل أهدافها. وعلى هذا نتمنى حضور أصحاب الفنادق، يعني راكم مشكورين بارك الله فيكم على الحضور تاعكم، وكذلك أنا لسا أسرة الإعلام على الجهود اللي بذلوها معنا، وهذا راهو يعني بارتنير يكون معنا. احنا رانا جايين موجودين في عين تيمشنت كما قال سي هشام من عدة سلسلات اللي مشينا للولايات، وهذه راهي الولاية الرابعة ولا الخامسة اللي زرناها. يعني والله انا تفاجأت بالولاية هذه ثاني مرة نجي للولاية عين تيمشنت. يعني كثر خيركم، نشكركم بزاف على الترحاب تاعكم. والله غير اللي سمع بيا عيط لي قال لي روح عنده. يعني في ولايات خلاف ربما ما كانتش كيما هنا، كانت اللي كانت هنا يعني يعطيكم الصحة. وحنا في الفيدرالية هذه الهم تاعنا الأول حبينا نلموا الشب، أول حاجة نعرفوا بعضنا. كي نعرفوا بعضنا عندنا فيها خير كبير إن شاء الله. أنا ما نطولش عليكم، من بعد كي نفتحوا النقاش ماذا بيا نجاوب على الأسئلة اللي نقدر تكون عندي. والمدير السياحة راه معنا ثاني، راه عنده كلمة ثانية، راه موجود معنا. يعني نشكرهم، يعني على قد ما نشكر ما نقدرش نوفي واش راح نقولوا. بارك الله فيكم على الحضور تاعكم، وما نطولش نعطي كلمة سي هشام باش يعاود يرد لنا الجلسة تاعنا.